السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله، نبدأ بشرح الوحدة الثانية في نماذج ثانية. للوحدة الثانية موجودة عندنا في جروب ثاني ثانوي في التليجرام. هنا عندنا نمبر 1 the car was broken. عندنا في صفحة 22 مبني للمجهول الفعل بعد was. هنا عندنا was broken إذا هو غير منتظم. التصريف الثالث إذا هو منتظم نقول ed، لو الفعل اللي فيه ed. طيب بتقول هنا أخذنا حنا قبل في صفحة 8 أن الفعل بعد was where is اللي هو الverb be، ناخذ الفعل ال ing. كيف تفرقون إذا هو مبني للمجهول؟ على أساس أنا أختار هذا التصريف الثالث. إذا كان هو نفس الفاعل هو لم يقم بالفعل، يعني عندنا the car broken، هل السيارة هي اللي كسرت نفسها؟ لا. مثلا تم القبض على اللص، هل اللص هو اللي قبض على نفسه؟ لا. هنا نعرف أنه مبني للمجهول. the window has been، هنا عندنا the window نفس الشيء has been، على طول ناخذ الماضي لأن يعني التصريف الثالث أو يكون ed مبني للمجهول، يعني النافذة أقلقت. these books will، هنا عندنا will. في صفحة 22 عندكم كيف ترتيب المبني للمجهول، was where وبعدها الماضي أو has been أو will be، وكلها لازم يكون بالماضي. هنا will be published، هذه when she arrived the bus had already، هنا دائما الفعل بعد had ناخذ التصريف الثالث left أو الماضي. هنا he had been lived. هنا رقم 6 هي، وهنا عندنا yesterday يدل على الماضي. صفحة 30 الأفعال تحول للماضي فنقول he went I was. هنا قاعدة when يكون فيه جزء يكون فيه ing وجزء يكون فيه ماضي. هنا عندنا الفعل دائما بعد when يكون ماضي، هذا هو rank. فهنا يكون I was، هنا نختار اللي مع ing. شفت الفرق؟ هنا الواز اخترنا معه الـ ing، هنا واز اخترنا معه التصريف الثالث. فهذا يعتمد. هنا عندنا رقم 7 I was watching، يعني الـ هو الـ I يتكلم عن نفسه، هو نفسه اللي كان يشاهد التلفاز، يعني مش مبني للمجهول. طيب اللي بعد 8 it was raining hard when he، الفعل دائما بعد when ناخذ الماضي left. I used to دائم الفعل بعد to ناخذ اللي مش ماضي، يعني بدون ولا إضافات ولا يكون ماضي. فنقول get up، فرقوا هنا get up هذه got up هذا الماضي got. My brother and I would هذه صفحة 30 نفس used to، فالفعل بعده يكون سادة would go. Where did they، الفعل مع did ناخذ السادة ما يكون ماضي ولا مضاف له شيء، فنقول هنا play. اللي بعدها correct نصحح الخطأ. The listen will، هنا الترتيب will be وبعدين يكون ماضي، نقول will be explained سير explained، نضيف لها ed. هنا عندنا صفحة 22 يعني he was tired، هذا عندنا الحدث الثاني، بس الحدث اللي قبله نستعمل فيها الباست بيرفكت بروجريسيف، يعني الماضي التام المستمر اللي سبب هذا الشيء. فنقول هنا he had running، نضيف لها ال ing، نكتب had running. هنا run ند بالحرف ال n n بدنا نضيف ال ing running، يعني صفحة 22. after I study I watch TV، هنا عندنا after I study يعني بعد ما أدرس I watch TV سأشاهد التلفاز، يعني نقول after هنا مطلوب past perfect يعني الماضي التام had studied. they be here last night، هنا عندنا be وماضي يكون يا was يا were، فنقول هنا they يجي مع were فنكتب هنا were. you used إذا did الفعل بعدها ما يكون ماضي، هنا used to نقول دي نحذف الدي يكون used to. التصحيح نكتب هنا used to. هنا نشوف they stole the car، المطلوب نحولها لبسف مبني للمجهول. نبدأ بthe car، أكتب هذه the car بالبداية the car
طيب هنا عندنا يكون ماضي، فبقول يواز يوير. هنا ذكر مفرد، اكتب هنا ذكر واز. طبعا كل الافعال مع المبني للمجهول تحول للتصريف الثالث. ذكر واز ستولن، ستولن تصريف الثالث كلمة ستول. ممكن نكملها نقول باي بواسطتهم، باي ذم ذم، وممكن ما نكتبها بس هذا مبني للمجهول. هنا سارة has done the homework، has a passive، نحولها إلى passive. هنا عندنا معلومة الفاعل والفعل مفعول به، يعني سارة قامت بالواجب، فبقول هنا the homework أكتبه بالأول. هنا عندنا has done، فبنقول حنا هنا has been أو been، has been هي already اسم صرف للثالث، فنقول done has done. The homework has been done. هنا المطلوب نرتب الجملة، نبدأ the store has been، ده الفعل ماضي. She cried she lost her bag. نلاحظ هنا عندنا فعلين أو حدثين، إنها تبكي والحدث الثاني إنها فقدت الباق الحقيبة. فبقول أنا هنا هي تبكي لأنها فقدت، because بسبب إنها فقدت الحقيبة. يعني عندنا الحدث الأول يكون بالماضي she cried زي ما هو موجود النزلة. الحدث الثاني يكون had been lost. شوفوا صفحة 231، 231 في الworkbook. شوفوا هنا عندنا because، بعدها عندنا had been، يكون الفعل ماضي ويكون هنا ماضي. had been ماضي واللي قبلها يكون ماضي، نفس اللي جانا في التمرين في ورقة العمل. هنا المطلوب نكملها بالماضي البسيط، finish نضيف له بس ed finished، go بالماضي البسيط يتحول يصير went. طيب اللي بعدها نضيف كلمة would إذا هو ممكن، نحذف بس used to واكتب بدالها would. عندنا فقرة الفوكابري يعني الكلمات. هنا grim يعني معناه مكتئب أو حزين. هنا nabbed وrubbered stolen هذه كلها كلمات تدل على السرقة، فهذه كلمة اللي لا تنتمي للمجموعة. وعندنا هنا rubber وthief وburglar كلها معناها السارق أو اللص. هنا display معناها عرض، فهي الكلمة التي لا تنتمي للمجموعة. بعدها نجي هنا عند الكلمات الفراق مناسب. brother يعني أخي، fell on سقط، the pavement pavement اللي هو الرصيف، at the skateboard لما كان يتزلج، park يعني لما كان يتزلج بالمنتزه، the police يعني الشرطة are looking for يبحثون عن suspect يعني المشتبه به. هنا كاتبين صفاته، he has a dark hair and was wearing a green. Department store has beautiful vacation display يعني هذا المعرض أو المحل لديه عروض، display يعني عروض جميلة، vacation أو للعطلة. هنا عندنا الجدول، نوصل العمود الأول بالثاني، nabbed stolen يعني كله معناها لص أو سارق، decline يعني يرفض، to refuse يعني يرفض. اللي بعدها misdemeanor يعني زي ما نقول جرائم بس مستواها يكون أقل، مثلا مخالفات يكون minor crime، minor crime يعني جرائم صغيرة. inmate، inmate يعني سجين، prison، a prisoner، prisoner يعني سجين. هنا نوصل العمود الأول بالثاني بس المعنى يكون opposite عكس بعض. number one unauthorized ومع authorized يعني مصرح وغير مصرح، هنا number one. خلونا من هذه الكلمتين شوي. هنا عندنا grim يعني معناها مكتئب، عكسها glad وبليست يعني فرحان. هنا نقول for. شوفي هنا عندنا في رقم 2 و3 أنا شفت في بعض الخربطة، في بعض النماذج حالين victim يعني الضحية مع innocent بريء. أنا أشوف suspect يعني المشتبه به عكسها البريء،
والضحية عكسها criminal مجرم. أنا أشوف كذا بعضهم لا عكسين، حاطين المشتبه مع المجرم والضحية مع البريء. عدت بشوفوا اسألوا تيتشر تأكدوا. اللي بعد هنا عندنا rubber اللي هو لص، display اللي هو معرض، هنا عندنا fraud معناها غش، هنا swarm معناها السرب، فهذه الإجابة الصحيحة. هنا عندنا inmate يعني سجين، pavement معناها رصيف، هنا pickpocket يعني نشال حرامي.